إهداء من أم رشا وبناتها روان وريم للخريجة رشا العسيري. أقرب الساعة وقف لك تحية واحترام، بارك بيوم التخرج وتحقيق الأمل. أكتب يا رشا أهنيك ويعتز الكلام، يوم هنها وسلم وبارك واحتفال. أقرب الساعة وقف لك تحية واحترام، بارك بيوم التخرج وتحقيق الأمل، جودها أثمر وحان السعد والوقت طاب، من يسابق المعالي إلى الجورة وصل. رشا اللي عزمها والإرادة كالجبال، فكرها في درب الأمجاد في العلم انشغل. بنت عامر الوفية العسيري الكريم، حلمها تحقق بيوم التخرج والتمل. أمها صفية هي بنت أحمد الكريم، العسيري ربعهم من نخاهم ما يذل، والأصيل أبوها عامر سليل الطيبين، كنها الغث اللي يسقي الغلال من نزل. والخوات مشرفات القبيل الماجدات، في شيمها للوفا والكرم نضرب مثل. والشكر موصول للي دعمها للجميع، كل من شجع وكل القرايب الأهل. يلا تسعدها وتجعل سعادتها تدوم، يا العزيز العالي الواحد الفرد الأجل. والشكر موصول للي دعمها للجميع، كل من شجع وكل القرايب الأهل. يلا تسعدها وتجعل سعادتها تدوم، يا العزيز العالي الواحد الفرد الأجل. أقرب الساعة وقف لك تحية واحترام، بارك بيوم التخرج وتحقيق الأمل، جودها أثمر وحان السعد والوقت طاب، من يسابق المعالي إلى الجورة وصل. رشا اللي عزمها والإرادة كالجبال، فكرها في درب الأمجاد في العلم انشغل. بنت عامر الوفية العسيري الكريم، حلمها تحقق بيوم التخرج والتمل. أمها صفية هي بنت أحمد الكريم، العسيري ربعهم من نخاهم ما يذل، والأصيل أبوها عامر سليل الطيبين، كنها الغث اللي يسقي الغلال من نزل. والخوات مشرفات القبيل الماجدات، في شيمها للوفا والكرم نضرب مثل. والشكر موصول للي دعمها للجميع، كل من شجع وكل القرايب الأهل. يلا تسعدها وتجعل سعادتها تدوم، يا العزيز العالي الواحد الفرد الأجل. والشكر